اليوم لجنة التشريع العام مواصلة العمل نتاعها في إطار نظام فصل 411 في المجال التجارية، واللي سبق أنها عقد سلسلة من الاجتماعات للاستماع مختلف الأطراف. كنا سمعنا ممثلي وزارة المالية، استمعنا إلى ممثلي طبعا نقابة القضاة، الهيئة الوطنية للمحامين، البنك المركزي، لتيكا كونكت، واليوم معناها الجلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل. طبعا قاطب الآراء ممثلي وزارة العدل قدمونا مختلف السيناريوهات اللي قاعدين يشتغلوا عليها، وتعهد من ممثلي وزارة العدل أنه مشروع القانون سيكون جاهزا في أقل من شهر وسيودع لدى مكتب مجلس نواب الشعب طبعا من خلال إحالته عبر رئاسة الجمهورية. هذا ملخص معناها تقريبا الجلسة اليوم. فبالتالي نحن اليوم قدمنا آراءنا وقدمنا تصوراتنا وقدمنا توصياتنا من أجل أن تضمن ضمن مشروع القانون الذي سيرد علينا من أجل تسهيل العمل لاحقا حول هذا المشروع، كما تم الاتفاق أنه مباشرة إثر الانتهاء من صياغة هذا المشروع وإحالته إلى مجلس نواب الشعب عقد جلسة عمل تشاركية يتم فيها تشريك مختلف الأطراف من أجل قراءة مشروع القانون ثم إدخال التعديلات الضرورية الممكنة عليه.